تعالوا بقى نقابل الأستاذة شانتال صباغ، مدير عام تنمية الأعمال بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر في البنك الأهلي المصري، وهتوضح أسباب حرص البنك على تمويل المشروعات المتناهيات الصغر من خلال مؤسسات إعادة الإقراض. وخلي بال حضراتكم، محفظة تمويل البنك الأهلي المصري للمشروعات المتناهيات الصغر تجاوزت 9 مليارات جنيه. استاذ شانتال، احنا النهارده في مؤتمر التحول الرقمي نحو تحقيق التنميه المستدامه، كلام كبير قوي، ولكن بنستهدف فئه ضعيفه قوي، هم اصحاب المشروعات المتناهيه الصغر. فهمينا عن ايه تمويل المتناهي الصغر؟ بيستهدف مين؟ بيحصلوا عليه ازاي؟ النهارده الملتقى اللي يديره ويقدمه النهارده هو اتحاد التمويل المصري للمشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. النهارده الاتحاد اعضائه جميعا الشركات والجمعيات اعاده الاقراض للمشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. فالنهارده الفئات المهمشه او الفئات الصغيره جدا او البسيطه اللي ما تقدرش تحصل على التمويل من البنوك لمشروع تربيه ماشيه، دواجن، تجاره صغير، تفصيل، يعني واتفر المشروع هو ايه، المشروع البسيط ده النهارده انت محتاج، الناس محتاجه تمويل. فشركات وجمعيات المايكرو فاينانس النهارده هي اللي بتقدر توصل للناس دي بطريقه احسن، وعشان كده البنوك اللي عندها اهتمام في المايكرو فاينانس بتحب جدا انها تشتغل مع الشركات دي تقرضها، واحنا بنسميهم شركات اعاده الاقراض لان احنا بنقرضهم وهما بيعيدوا الاقراض للفئات او للناس اللي احنا مش عارفين نوصل لها. وجودنا في ملتقى زي ده بالديجيتاليزيشن اللي بتحصل في كل حته، في انوفيشن، في خلاص كل حاجه بقت ديجيتال، التحصيل بقى الكتروني، التمويل بقى عن طريق كروت ميزه. انت النهارده عندك كل الدوره بقت فيها ديجيتاليزيشن، كل دوره التمويل. فالنهارده انا يهمني ان الجمعيات والشركات تبقى عارفه ايه الجديد اللي في السوق، ومين مقدمين الخدمات اللي في السوق، ومين اصحاب افكار تكنولوجيه جديده تقدر تساعد في الصناعه دي. لانه النهارده مهما كان الفئه اللي انت بتخدمها فئه بسيطه، ولكن كلنا بننهض تكنولوجيا. البنك الاهلي المصري النهارده حجم تمويل او محفظه التمويليه للمشروعات المتناهيه الصغر من خلال شركات وجمعيات اعاده الاقراض وصل لكام النهارده؟ النهارده كسرنا ال 9 مليار تمويل للشركات وللجمعيات. 9 مليار، اكتر من 9 مليارات، اكتر من 9 مليار تجاوزناها، تجاوزنا. صح كده، للشركات والجمعيات إعادة الإقراض. هما بقى بيعيدوا الإقراض للعميل النهائي بقى اللي هو المستفيد النهائي. لنا شروط عشان نقرض جمعية أو شركة لإعادة الإقراض. الجمعية أو الشركة تنطبق عليها الشروط سواء قراراتها أو قوانين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي مع بعض عشان إحنا نشتغل معاهم، لأن دي صناعة حيوية وتهم البلد. فطبعا إن إحنا يبقى معانا الجهتين الرقابيتين زي البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية محافظين معانا على الصناعة دي، ده طبعا دعم كبير جدا من الدولة.